اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله من خرجت من بيتها وقد تحجبت لك حجابا كاملا تحفظ به نفسها وتصرف به أعين الناس عنها. اللهم اجعل حجابها حجابا لها من النار. اللهم اجعل حجابها حجابا لها من النار حجابا لها من النار. ونسألك اللهم لكل من تسترت وأحسنت سترها اللهم استرها فوق الأرض واسترها تحت الأرض واسترها يوم العرض. اللهم يا حي يا قيوم اجمعهن بزوجات حبيبك الطاهرات أمهات المؤمنين في جناتك جنات النعيم.